عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، دائما ما يطرح الناس هذا السؤال: من المسؤول عن الإصلاح، الدولة أم المجتمع؟ هذا الأمر متعلق بالشعوب، بالإمبراطوريات، بالأمم. مثلا، من المسؤول عن تعليم الناس؟ من المسؤول عن مهام الدفاع والحروب؟ من المسؤول عن إنشاء المستشفيات؟ من المسؤول عن تعليم النشء وتربيته؟ دائما ما يعني يتجه ذهن معظم شعوب العالم حتى في يعني في آخر 200 عام إلى أن الدولة هي المسؤولة عن هذه المهام. يقسم علماء الاجتماع السياسي العلاقة ما بين الدولة والمجتمع فيما يتعلق بهذه المهام إلى إما دولة قوية ومجتمع قوي، أو دولة قوية ومجتمع ضعيف، أو دولة ضعيفة ومجتمع قوي، أو دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف. طيب، ما هو المقياس؟ مقياس قوة أو ضعف المجتمع طبقا لهذه المهام. هذه التقسيمة مسؤولة عن، يعني مثلا يعني يتم توضيحها عن طريق الأمثلة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتم تقييمها تقيم كدولة قوية ومجتمع قوي. طيب، مفهوم إن هي دولة قوية ده مفهوم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي أقوى قوة عسكرية موجودة في العالم الآن، حتى الآن. يعني مثلا القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تكافئ قوة 20 أو أكثر من 20 دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التسليح، الصين والهند وروسيا وبقية أول 22 دولة، تمام؟ من ناحية التصنيع، من ناحية المؤسسات. لكن السؤال الثاني: ما هو معيار تقييم المجتمع الأمريكي مجتمع قوي؟ لكم أن تتخيلوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مليون مؤسسة أهلية، مليون مؤسسة أهلية، يعني هذه المؤسسات غير خاضعة للدولة، يعني جامعات أهلية غير مخاضعة للدولة، وقفيات، جمعيات خيرية، جمعيات تنموية، جمعيات صناعية، شركات، مليون جمعية. يعني احنا لو يعني بالتقريب كده أمريكا 300 مليون تقريبا، 300 مليون نسمة، ولديها مليون مؤسسة أهلية، يعني تقريبا كل 300 شخص عاملين جمعية. ده معناه ان المجتمع مستنفر جدا. لو ضربنا مثال بدولة تانية عشان نقيس مقدار القوة ما بين الدولة والمجتمع، نجد مثلا الهند. الهند مليار و200 مليون، يعني 4 أضعاف الكتلة السكانية للولايات المتحدة، ولديها مليون مؤسسة أهلية، يعني لديها مليون، داخل المليون دول جمعيات تنموية، خيرية، تعليمية، صناعية، وهكذا. لو جينا نضرب المثال مقارنة حتى برضه يتخيل الناس حجم قوة المجتمعات أو ضعفها، الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 3 أضعاف عدد سكان في مصر. فمن المفترض أن يكون في مصر ثلث تعداد المؤسسات الأهلية. يعني أمريكا لو فيها مليون مؤسسة أهلية، مصر المفروض يكون فيها 350 ألف مؤسسة أهلية، خلاص، من جمعيات خيرية وصناعية كما يعني قدمنا. مصر حتى تقريبا لديها الآن 45 ألف مؤسسة أهلية فقط، 45 ألف. عشان كده لما بنيجي نقيم بنقول الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية مجتمع قوي، لما بنيجي نقيم الهند بنقول إن هي دولة ضعيفة بعض الشيء ومجتمع قوي. يعني مؤسسات الهند مش بنفس قوة مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الهندي يعتبر أقوى من الدولة بعض الشيء في الهند. ليه؟ مليون مؤسسة أهلية ده نفس عدد مؤسسات أمريكا، فالمفترض أنه يكون كان 4 أضعاف، يعني مثلا 4 مليون مؤسسة أهلية. مصر ده 45 ألف مؤسسة أهلية فقط. إسرائيل فيها 45 ألف مؤسسة أهلية، يعني إسرائيل أصلا بعرب 48 كلهم على بعضهم يوصلوا مثلا 7 مليون، 7 مليون ونص بعرب 48. مصر تقريبا ممكن نقول ان احنا 90 مليون او 100 مليون بالانجاز التقريب يعني. واحنا الاثنين عندنا مؤسسات اهليه قد بعض، فاحنا لو جينا هنقيم هنقول مصر مجتمع ضعيف جدا طبقا للمقارنه، مجتمع زي المجتمع الاسرائيلي. المفروض المجتمع الاسرائيلي عدد الجمعيات احنا المفروض نكون على الاقل 10 اضعاف، يعني هم لو عندهم 45 ألف جمعية مؤسسة أهلية، احنا المفروض يكون عندنا 450 ألف مؤسسة أهلية. طيب، سؤال من جديد، سؤال الإصلاح.
ما الذي جعل سؤال الإصلاح مطروح بهذا الشكل، بهذه الثنائية، الدولة أم المجتمع؟ حتى يعني يتعرف المشاهد على مفهوم الدولة التي نقصده، قبل عام 1648، 1648 لم يكن النظام السياسي المعروف باسم الدولة القومية الحديثة المعروف الآن هو النظام السياسي، لم يكن موجود على وجه الأرض بالكلية. كانت إما ملكيات مطلقة، ملكيات دينية، إمبراطوريات، لكن لم يكن له وجود بهذا الشكل. بعد 1648 اللي هو صلح واستفاليا في أوروبا، نشأت الممالك التي عرفت بعد ذلك بالجمهوريات. يعني في حقبة أخرى تم ظهور فرنسا التي نعرفها الآن، ألمانيا، وبلجيكا، هولندا، الدول المعروفة الآن. تمام؟ هذا النظام السياسي من جملة من مميزاته عن بقية الأنظمة أنه يتسلط على جميع المهام الرئيسية داخل المجتمعات. يعني مثلا قبل قيام دولة من الدول بيكون مثلا الناس ممكن تقوم هي بالحرب، يعني هي قبائل لديها سلاح، مثلا مجموعات عرقية وكذا هي التي تقوم بتعليم الناس، يعني عاملين مؤسسات أهلية، مدارس، وهكذا. سواء المجتمع لو مسيحي يبقى عندهم كنائس، عندهم مدارس خاضعة للكنيسة، عندهم وقفيات خاضعة للكنيسة. لو مجتمع إسلامي يبقى يكون عنده مساجد، عنده أوقاف كثيرة جدا. وهنيجي للمجتمع المسلم كان شكله إيه قبل قيام الدولة القومية الحديثة. المشكلة أول ما بتقوم الدولة الحديثة زي مثلا محمد علي في مصر، الدولة بتهدف إلى ضم جميع المؤسسات المجتمعية إلى بنية الدولة. إزاي؟ يعني مثلا لو انا في المجتمع الاسلامي القديم قبل محمد علي، انا دلوقتي مين نسبه التعليم؟ لو عايز اقول 90% من المدارس اللي بيتعلم فيها الناس بيتعلموا فين؟ دي مدارس اهليه، يعني دي ملك للمجتمع، المجتمع هو اللي بيصرف عليها، هو اللي بيحدد مناهجها، العلماء هم اللي بيحددوا المناهج الخاصه بهذه المدارس. المستشفيات كذلك، دي كلها اوقاف، واحد مسلم بيتبرع بتعمل مستشفى، المستشفى دي بتنفق على نفسها وكذلك بتنفق على الدكاترة والعاملين فيها وكذلك المرضى. طيب الصنائع، الحرف، كل حرفة ليها نقابة، كل حرفة بيجمعوا بعض كده ويعملوا نقابة، زمان كان اسمها مشايخ، شيخ الحرفة او شيخ الصنعة، دي المجموعة اللي هي تشبه النقابات في الوقت الحالي. تمام؟ لما جه محمد علي ضم كل هذه البنى لداخل مؤسسه الدوله. واحد يقول طب ما ده كويس ان يبقى في اداره مركزيه للدوله. الخطر الوحيد يعني لسلوك الدوله ضم المؤسسات داخل الدوله ان هي بتضعف المجتمع. ازاي بتضعف المجتمع؟ بمعنى لو انا مثلا امريكا، وبما ان انا دوله قويه فخدت كل المدارس والجامعات ضمتها للدوله، افرض حصل فساد داخل الدوله، خلاص التعليم كده هيبوظ، كل التعليم. الإجابة التعليم كله هيبوظ. ليه؟ لأن هي إدارة مركزية واحدة. لكن لو التعليم بهذا الشكل الموجود حتى الآن في أمريكا، ما هو تعليم الدولة ليها جامعات، ليها مدارس، الناس ليها مدارس، ليها جامعات، يعني أشهر جامعات في العالم وأقوى جامعات في العالم في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا معظمها جامعات وقفية، وخاصة في أمريكا مثلا هارفارد مثلا دي وقفية، دي غير مملوكة للدولة. يعني ده اما رجل خير او مؤسسه قديمه او كان في الغالب كتير جدا مؤسسات كنسيه، يعني الكنيسه هي اللي بتوقف هذا الوقف. هنيجي حتى لمفهوم الوقف بعد كده في الحضاره الاسلاميه، هو بينفق على نفسه وبينفق على المتعلمين فيه وعلى الاساتذه والابحاث والطباعه وكل حاجه. ده بيحول دون لو حصل فساد عام في المجتمع ان الفساد ده يدخل في كل حته، لا ده بيبقى ايه فساد جزئي، يعني في جامعة واحدة باظت، جامعتين، ثلاثة، لكن الجامعات الباقية لا، دي بتدار إدارة محلية. تمام؟ طيب حتى يتخيل الناس شكل، احنا هنضرب أمثلة قديمة قبل قيام الدولة القومية الحديثة، شكل المجتمع كان شكله إيه؟ وعشان نعرف إن فكرة إن المجتمع وقتها كان قوي، المجتمع كان قوي. بعد كده هنضرب أمثلة في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتستشعر زي حالتنا الحاليه في صف العالم العربي او الاسلامي، ان احنا المجتمع نفسه حاسس ان الدوله ضعيفه، مش قادره تقوم بالمهام الاساسيه، سواء ضبط المرور، المستشفيات، الرعايه الصحيه، الرعايه التعليميه، سواء من اول تعليم قبل الاساسي،
حتى التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، والابحاث الحره، الابحاث الصناعيه، المؤسسات الصناعيه، المؤسسات التجاريه، كل المؤسسات الموجوده في الدوله. هنشوف امثله في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتدرك ان هي ضعيفه ازاي بتتغلب على هذا الضعف بدون الاستعانه بالدوله، بدون الاستعانه بالدوله. المثال القديم لكم ان تتخيلوا ان احنا كان مثلا في العالم الاسلامي قديما عندنا كل المؤسسات التعليميه في الغالب مؤسسات اهليه. يعني العالم بيقعد مثلا في مسجد او في مدرسه سواء على حسب العلم، مدرسه فقه، مدرسه طب، مدرسه صناعه او حرفه معينه، دي كلها مملوكه للناس. يعني ايه مملوكه للناس؟ انا رجل ثري اول ما حسيت ان انا يعني انا معايا والله فلوس كتير وعايز انفع الامه، فبروح ببني مدرسه واجيب لها نظام اداري وهيئه وكذا، وبعد كده بعمل لها مشروع تجاري يصرف عليها. المشروع التجاري ده وقف، يعني يفضل طول عمره بيصرف على طلبه الطب، طول عمره بيصرف على المهندسين، طول عمره بيصرف على طلبه الخط العربي. ليه؟ لان الحرفه دي ممكن المجتمع يجي في وقت من الاوقات يقول لك ايه الخط ده، احنا نبطل ندرس خط. طب والمصاحف وكتب العلم وحتى التعرف على المخطوطات القديمه، المصاحف القديمه، فاحنا عايزين الصناعه دي تستمر او الفن ده يستمر، نعمل ايه؟ حد يوقف وقف ثابت بيدر دخل ثابت على اهل هذه الحرفه او هذا الفن. طيب في احيانا من الاوقات لدرجه ان المجتمع وصل لمرحله من الوعي بمهامه، ان الامه مكلفه من قبل الله عز وجل بالقيام بفروض الكفايات. يعني الطب ده فرض كفائي، الهندسه ده فرض كفائي، الخط ده فرض كفائي، تمام؟ فبدا يعمل مجموعات كبيره جدا من الجمعيات لها افكار مختلفه. هنتعرض لهذه الافكار على قدر كبير جدا من الطرافه في افكار الاوقاف دي بعد الفاصل، انتظروا. اهلا بكم من جديد. كانت افكار الاوقاف في المجتمع الاسلامي القديم قبل قيام الدوله الحديثه كانت تغطي تقريبا معظم نشاطات المجتمع، يعني المستشفيات والتعليم ده كله ده من الثوابت، لكن احنا هنجيب الافكار اللي تدل على ان المجتمع كان بيدور على درجه، يعني لدرجه دقيقه جدا على معظم ما يلزم المجتمع. يعني مثلا لكم ان تتخيلوا ان مثلا في دمشق كان في وقف اسمه وقف القطط، مدرسه اسمها مدرسه القطط، اي ده قائم، يعني ده وكانه وقف بيطري قائم بس على القطط، المعالجه، الصحه، الاكل، الشرب. حتى الان هذا الوقف مستمر في تركيا، في اوقاف متعلقه بالقطط موجوده حتى الان في تركيا، بنيه الاوقاف ما زالت في تركيا فيها نوع من الحريه، يعني لم تضم بالكليه داخل الدوله، تمام؟ كان عندنا في وقف اسمه وقف النساء الغاضبات. واحده متخانقه مع جوزها لو رجعت بيت اهلها تحصل مشكله كبيره جدا، لو قعدت في البيت تحصل مشكله كبيره جدا برضه، طيب تروح فين؟ واحد خير من المسلمين عامل وقف كبير جدا اسمه وقف النساء الغاضبات، تروح مكان معد وكانه فندق كبير، اكل وشرب ورعايه وبتاع لعدد معين، بس تهدى كده وترجع البيت تاني. ده مجتمع بيفكر في حاجات، يعني ايه عايز اللي هو ايه احنا بنسميه السلم المجتمعي كده، الناس كل حتى فكره العلاقه الزوجيه ده عايز يحافظ عليها بوقف، برضه مش مملوك للدوله لكن خاضع لاداره اهليه وما يتغيرش. لكم ان تتخيلوا ان الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا ان الاوقاف دي واحد يقول لك ايه، طب افرض جه بعد 10 20 30 40 50 سنه جه واحد قال لك ايه وقف القطط ده؟ احنا خليه الغوه، ما ينفعش. شرط الواقف كنص الشارع. يعني ايه؟ انا عملت وقف على طلب الطب، تقول لي مثلا احنا محتاجينه نرصف بيه الطرق مثلا، لا هو موقوف للطلب الطب. واحد عامل الخط، واحد عامل كل وقف على شعور ما يتغيرش عشان يحفظ على الامه، وكانه احنا الامه بتراكم ثرواتها لصالح الامه، لصالح المجتمع. بغض النظر عن النظام السياسي صلح او فسد، الدوله قويه او ضعيفه، المجتمع بيصرف على نفسه مغطي 95% من احتياجاته او يزيد او يقل، لكن معظم المهام الحيويه متغطيه. طيب عندنا مثلا برضو كان في الشام وقف اسمه وقف المرج الاخضر. الناس كان زمان بتستعمل خيول كتير، طب الخيل ده بعد ما عجز كبر في السن طبعا دلوقتي خلاص مش مفيد، يتعمل بيه ايه؟ في ناس يقول لك يتقتل زي خيل الحكومه، لا المجتمع هناك عارف ان ده الحيوانات دي ده هيتحاسب عليها، يعمل ايه؟ عامل واحد وقف مرج بتصرف عليه مساحه ارض خضراء تصرف عليها عشان الحيوانات دي تاكل فيها لغايه ما يموت، لكن ما يتمش التخلص منه، بس ده وقف بيتصرف عليه وكانه برضه وقف بيطري.
طيب عندنا حد عامل وقف داخل الاسواق، عارفين الامهات في البيوت اول ما تبعت عيل صغير او زمان كان جاريه او عبد بعته بانيه فخاريه اشتري كذا هات كذا كسرها، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيرجع هيعاقب، لو طفل صغير هيتضرب او كده. برضه واحد من المسلمين مفكر ان المجتمع ده من حاجاته حفظ الحاجه تربويه التعامل مع الاطفال، عامل ايه؟ عامل وقف اسمه وقف الاواني المكسوره. اي حد معاه انيه اتكسر تجيبها وهي مكسوره كده بس سلم المكسور، عشان لو ما كانش في سلم المكسوره كان ايه المحل خلص في اول يوم. سلم الانيه المكسوره يروح يجيب وقف الاواني المكسوره ده اديها له يدي له واحده سليم. فده مجتمع بيفكر في كل التفاصيل، عامل ايه؟ عامل وقف ليها. طيب ما الموضوع ما يستمر، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان احنا يبقى في دوله قويه نظام مركزي كويس وفي نفس الوقت الناس بتعمل اوقاف دي؟ هنا بقى المشكله ان مفهوم الدوله القوميه الحديثه اللي احنا بنتكلم عنه، اللي احنا قلنا ان هو بدا من اول صلح وستفاليا عام 1648، شايف ان اي عمل مجتمعي ده نوع من ضعف سيطره الحكومه على المناحي العامه. يعني ان الناس تعمل مستشفى إيه ليه؟ طب وانا مش قادر اعمل مستشفى اعمل لهم مستشفى؟ ان الناس تعمل مناهج تعليميه منفصله ومدارس منفصله، لا ده هيقلل من سلطه الدوله في السيطره على الناس، فهو بيمنع ده. يعني مثلا محمد علي اول ما جه ضم الوقف للدوله خلاص، بعد مجيء عبد الناصر الحكم 52 صدر قرار طبعا بوزاره الاوقاف، خلاص وزاره الاوقاف دي بقت وزاره خاضعه للدوله. الأسوأ من كده على الاطلاق هو ايه؟ هو الغاء الوقف الاهلي. يعني محمد علي ضم الاوقاف الى الدوله، لكن انا ام محمد علي عايز اعمل مستشفى وقف جديده لسه انا عايش وقتها واعمل وقف تتعمل. ايام عبد الناصر بعد كده تم تسني تشريع قانوني بمنع الوقف الاهلي، محدش يوقف. ليه؟ هو الدوله مش الدوله هي المفروض تقوم بهذه المهام، لدرجه ان هذا الفهم ترسخ عند الناس. بمعنى يعني مثلا احنا عندنا مشكله كبيره جدا مثلا في جمع القمامه، عندنا مشكلة كبيرة جدا في توليد التيار الكهربي، عندنا مشكلة كبيرة جدا في تحليه الماء وتنقيتها. المشكلة دي نابعة منين يا اخوانا؟ ان المجتمع والدولة في نفس الوقت، احنا من دلوقتي من 1800 سنة ايام محمد علي، احنا دلوقتي داخلين على 200 سنة، بقت من الثوابت ان الدولة هي المسؤولة عن ده. بالرغم ان ده مش صحيح في كل الدنيا. يعني فكرة امتلاك مصادر الطاقة ده حق مكفول في اي حتة تانية. يعني اقدر اعمل محطة، يعني كل حي ممكن يعمل محطة توليد خاصة بيه، كل بيت ممكن يعمل مولد خاص او طريقة ما لتوليد الكهرباء خاصة بيه. لكم ان تخيلوا هو ده جزء من التشريعات استمر فترة طويلة جدا، معرفش اتغير في السنوات الاخيرة دي ولا لا، لكن هو ده الثابت كان في مصر ان هو ممنوع قانونا ان حد يمتلك وسائل طاقة خاصة بيه. ايه السبب؟ ان الدولة شايفة ان ده في عدوان على سيطرة الدولة. طب المية افرض حصل لا قدر الله لأي سبب من الأسباب، يا إما الدولة بسبب الفساد أو إن المرفق العام بتاع تحلية المية وتطهيرها وتوصيلها للبيوت حصل له مشكلة، إيه اللي يحصل؟ الناس كلها تتوقف عن ده، ما تقدرش تستخدم المية. بالرغم زمان لو الناس ترجع شوية وناس خاصة لو حد من المشاهدين في كبار السن يدرك الفترة اللي كان فيها، حتى ده مش هو مرتبط شوية بالقرى أو الريف، لكن حتى في البيوت العادية في الحضر في المحافظات ممكن تلاقي عنده ترومبة اللي هي بيسموها ايه؟ الامتلاك أدوات توليد المياه ذاتيا. أنا ككل بيت أو حي أقدر، بحيث المشكلة لو حصلت لو في مشكلة في المية المشكلة دي ما تبقاش على الجمهورية كلها. ودي المشكلة المشهورة جدا في مصر حصلت سنة تقريبا 90 أظن، لا مشكلة الإعتام الكامل، إن مصر كلها تم مصر كلها الإضاءة كلها طفت مرة واحدة في مصر من أول أسوان لغاية اسكندرية لأسباب فنية، يعني إيه مش ده محل شرحها، لكن ده حصل قبل كده. الإعتام ده حصل قبل كده في أمريكا يا إخوانا، أمريكا على قد إن أمريكا هناك فيها فكرة التوليد، ممكن أنا كفرد أمتلك محطة طاقة خاصة، لكن كان برضه الخلل المركزي بيبقى مشكلة كبيرة جدا. القطاع الشرقي 13 ولاية تقريبا ولا حاجة، مرة في السبعينات ومرة في التسعينات اعتام كامل على 13 ولاية، أو ده رقم ضخم جدا يا اخوان. فمجتمع صناعي ده معناه ان هو كارثة، يعني مليارات، ساعة ولا ساعتين كهرباء تقطع دي مليارات، ودي ولايات بالكامل. في ولايات في أمريكا الولاية كلها أكبر من مصر من حجما وتجارة واقتصادا وكده، تمام؟ فالشاهد فكرة إيه؟ إن الفكره الاولى اللي احنا عايزين المشاهد ياخد باله منها ان ثنائيه الدوله والمجتمع دي
لازم تبقى واضحه الاول، ان مش الدوله، مش احنا دلوقتي مش بنقول ان الدوله ده مش واجبها، لا هو واجبها ان هي توفر 1 2 3 4. طب افرض ما وفرتش، هنوصل للمعضله بتاعت ايه؟ ان الدوله ضعيفه والمجتمع ضعيف، وهي دي مشكلتنا احنا، ان احنا لاسباب تاريخيه ان من ايام محمد علي حتى الان ان مؤسسات الدوله نشات في ظرف غير طبيعي، يعني يا اما محمد علي مثلا بيحارب، يا اما ثوره 52، يا اما فهو مش قادر يعمل حاجه مستقره ثابته، بعيده عن الفساد، بعيده عن العلاقات الشخصيه، بعيده عن الولاءات لمن هم في سلطه الحكم، الكلام ده من ايام الضباط الاحرار في 52. والمجتمع نفسه ممنوع من ان هو يمارس دوره ده، لدرجه ان المجتمع صدق ان هو المفروض ما يعملش ده. فبقي واجب بس اللي بيعمله المطالبه بحقوقه، بحقوقي بس، ان هو ايه؟ انا عايز ميه، وعايز كهرباء، عايز. واحد يقول لك طب ما هو فعلا ده واجب الدوله، ماشي ده واجب. احنا بنسال دلوقتي على السؤال الثاني اللي هو ايه؟ افرض الدوله ما عملتش ده، ايه الحل؟ ده الامثله اللي احنا هنضربها. المثالين هنضرب مثالين متعلقين بالخارج في دول ثانيه، ومثال في مصر، لان احنا دايما لما بنقول الاوقاف قديمه الناس بتقول والله جميل، في اواني مكسوره ومستشفيات وحاجه كويسه جدا، بس ده مش دلوقتي، ده زمان. طيب خلاص يا سيدي، في امثله دلوقتي في مجتمعات قويه، زي ما المثال اللي هضربهم دلوقتي، مثال في الهند ومثال امريكا، يقول لك والله جميل دلوقتي وفي دول وبتاع، بس ده مش عندنا، مش في مصر. فاحنا هنضرب مثال في الاخر بمصر، مثال حصل في الثمانينات واستمر حتى هذه اللحظه، ل حتى يعلم المشاهد قدره المجتمعات على اداره شؤونها الداخليه. والدوله موجوده، سواء ضعيفه او قويه، احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مش فكره لو الدوله ضعيفه يبقى احنا المؤسسات الاهليه تقام، لا. طب ما امريكا دوله قويه فيها اقوى مجتمع طرفي، احنا بنسميه احيانا مؤسسات اهليه او جماعات وسيطه او مجتمع طرفي. اقوى مجتمع طرفي في العالم هو المجتمع الامريكي، مليون مؤسسه اهليه، خلاص. هو مش يعني الدوله قويه، لا لا، ده اخوانا واجب على الناس ان هي تبدا تبقى قادره على اداره شؤونها الداخليه بدون تدخل كبير من الدوله. المثال الاول مثال من الهند. في احد المهندسين مشهورين جدا اسمه بانكر روي، ده مهندس هندي درس تعليم جيد جدا في الخارج وفي الهند. بعد كده بعد ما خلص تعليمه بقى مهندس كبير جدا وبتاع، رجع الاقليم بتاعه او القريه بتاعه. لما احنا نقول اقليم او قريه في الهند معناه ان هو عدد كبير جدا، ممكن يوصل نص مصر مثلا الحال. ليه؟ لان هي الهند نفسها قد مصر 12 مره او اكتر، 12 مره او اكتر، هي قاره تقريبا. الراجل رجع القريه بتاعته، الناس بتساله ايه ده؟ هو انت ما لقيتش شغل؟ ليه؟ لان هو السؤال حتى هناك وهنا، ان احنا دايما هنا من فتره طويله جدا، ده من داخل على 200 سنه دلوقتي، ان الناس فقدت السؤال بتاع قيمه التعليم. لا، هو بيتعلم لاغراض اخرى. يعني ليه الناس بتدخل اولادها طب وصيدله وبيطره اللي احنا بنسميها في مصر كليات قمه، خلاص، برغم ان المفروض العلوم ما فيش تفاضل ما بينها، يعني ايه الطب مهم والهندسه مهمه والاداب مهم، كل العلوم مهم، خلاص. لكن التقسيم الطبقي للعلوم عندنا في مصر بيقول ايه؟ بيقول ان الكليات العاليه دي بتدخل عشان غرض اقتصادي. يعني انت ليه بتخش كليه طب؟ دي كليه متعبه هنا في مصر، 7 سنين دراسه، بعد كده على الاقل 7 سنين عشان ياخد ماجستير ودكتوراه ويفتح عياده، هو ده الهدف اللي المجتمع بيحطه، ان انا بعد كده يبقى عندي دخل قوي، دخل اقتصادي قوي. يعني هو الغرض مش علمي ولا حاجه، طب الهندسه برضو عشان دخل اقتصادي قوي، وهكذا. ده طب ليه في كليات زمان مثلا كان كليات قمه بقت دلوقتي مش كليات قمه، ده بقت ضعيفه جدا محدش بيقدر يدخلها، لان حصل تغيير في المدخولات بتاعه الكليه. يعني الزراعه زمان كانت كليه قمه، ايه اللي حصل؟ قيمتها الماليه، الدخل اللي بتدره على الخريج مش كويس، فالناس بتسيبها، خلاص. فهي دي الفكره في ايه؟ ان هو ما بيقيمش العلوم بقدر اهميه العلم، لا، لغرض اقتصادي، تمام. نكمل قصه بنك روي بعد الفاصل، انتظروا. اهلا بكم من جديد. المهندس بنك روي الهندي بعد عودته للاقليم، السؤال نفس السؤال اللي هو احنا بنساله هنا في مصر، اذا انت ما لقيتش شغل، هو راجل سال السؤال بطريقه تانية، هو احنا اصلا بندرس هندسه ليه؟ يعني هو اصلا علم هندسه ده معمول اصلا ليه؟ عشان تسهيل حياه الناس، ان الناس تبذل جهد اقل بتكاليف اقل وتعمل حاجات تانية بقى، يعني اوفر الوقت اللي انا كنت بعمله في حاجه واعمل بيه حاجه تانية. فقال ايه؟ احنا دلوقتي انا لو عندي طفل مثلا 8 سنين 10 سنين، انا لو حبيت اعلمه حرفه او مهنه او صنعه، ولو ست مش متعلمه ما بتعرفش تقرا وتكتب، راجل ما بيعرفش يقرا ويكتب،
وجبته ووديته ورشه لمده 3 شهور 6 شهور، قلت لهم يا اخوانا علموه النجاره، علموه حاجه معينه في الميكانيكا، علموه مهنه لحام، علموه اي حاجه هيتعلمها ولا لا؟ ست ما بتعرفش تقرا وتكتب، اديتها 6 شهور تدريب على الخياطه، هتعرف تخيط ولا لا؟ فهو الراجل قال ايه؟ كل اللي احنا قلناه ده نوع من انواع الهندسه، من ممارسه اعمال هندسيه. راح عامل حاجه اللي هي مشهوره جدا اسمها اكاديميه الحفاه. اكاديميه الحفاه دي ايه؟ متعلقه بايه؟ بان انا بجيب بقبل الناس اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، بدخله جوه الاكاديميه، اعلمه حرفه او صنعه اللي المجتمع بس محتاجها. اللي المجتمع بس محتاجها. فبدا فعلا يسال الناس انتوا عايزين ايه؟ يا اخوانا احنا عايزين ميه نظيفه، عايزين كهرباء، عايزين اعمال حرفيه يدويه. بقى بدا يعمل الاكاديميه دي، يجيب اما حرفيين او مهندسين يعلموا الناس الجزء الهندسي بس اللي هم عايزينه. يعني الستات مثلا ازاي يتعلموا يعملوا بطاريات طاقه شمسيه يركبوها، ازاي يعملوا وحدات الكترونيه معينه، ازاي يعملوا مثلا محطات توليد ميه صغيره خالص وتحليه وتنقيه، الحاجه اللي تلزمهم بس. هذه الاكاديميه غيرت وجه الهند، وبعد كده بقى ليها فروع دوليه، يعني هو ممكن يتحرك يروح يعلم الناس في افريقيا مثلا، اي مجتمع تاني. نفس الحكايه احنا بنقول ايه؟ هذا النموذج يسهل جدا تطبيقه في المجتمعات اللي شبه مجتمعاتك، اللي هو ايه؟ بدل ما انت هنا في مصر بتدخل طفل ابتدائي 6 سنين، وبعد كده اعدادي وثانوي 6 سنين كمان هم 12، وكليه ادي 17، في الاخر كل ده عشان يبقى مهندس، عشان يرجع لك يحل لك مشاكلك في المجتمع. ده بتكون مشاكل المجتمع تفاقمت جدا ومش قادر تسيطر عليها. انت لو خليت المجتمع كله يتعلم المهن او الحرف اللي تلزمه مباشره بدون تدخل الدوله، يعني اكاديميه الحفاه دي مش جامعه تبع الدوله ولا مؤسسه، دي مؤسسه اهليه بقائمه على الوقف، ان الناس تدفع فيها فلوس وهي بعد كده تنفق على نفسها. خلاص؟ ده مثال. المثال الثاني مثال اسمه ايه ده؟ سكوت هاريسون. ده شاب امريكي كان بينزل في حملات ضد الاوبئه وكذا في افريقيا. فوجئ بالاتي، ان في عدد كبير جدا من الاطفال ما عندهمش اسمه ايه ده؟ ما بيشربوش ميه نظيفه وما بيتعلموش. يا اخوانا ليه الناس دي ما بتتعلمش؟ والله بيضيعوا معظم وقتهم في ان هم يروحوا يجيبوا ميه نظيفه من مسافه طويله جدا. طب ايه ده، هم ليه ما عندهمش ميه نظيفه؟ قال لك لا، ما عندناش محطات تحليه ميه. خلاص؟ سكوت هاريسون ده رجع قال لزمايله، اخوانا احنا انا السنه دي مش هحتفل بعيد ميلادي، كل اللي كان هيجيب لي هديه في عيد ميلادي جمعوا الفلوس واسسوا مؤسسه اهليه خيريه اسمها بعد كده اتسمت خيريه المياه او ووتر شاريتي. ايه اهم ايه وظيفه المحطه دي المؤسسه دي؟ ان هي تعمل محطات او تنزل الاماكن اللي الناس ما بتحصلش فيها على ميه نقيه ونظيفه، نعملهم محطات تحليه وتنقيه. وبعد كده طبعا المؤسسه دي بتعمل لوحدها مؤسسات تجاريه عشان تنفق على نفسها، يعني هي ما بتبقاش قائمه طول عمرها على التبرع، لا، ما هو دي هي فكره الوقف، ان انت تعمل حاجه تجاريه تجيب لك دخل، الدخل ده هو ايه؟ اللي يجيب لك المصاريف اللي انت بتستمر بيها ايه؟ بالنفقه على النشاط اللي انت بتعمله. الهدف الاساسي مش، ودي حاجه مهمه جدا، مش الهدف هو ان الاطفال والناس تشرب ميه نظيفه، وان كان ده هيتحقق، بس هو ده حق انساني، حق بدني، ان هو يشرب يشم هواء نظيف، يشرب ميه نظيفه، ياكل اكل صحي، يتعالج، كل ده حاجه اساسيه. لا، هو الراجل حقق ايه؟ هدف ان الاطفال دي ما تشتغلش بجلب المياه من مسافات طويله، امال يعمل ايه في الوقت ده؟ ان هو يتعلم. هو ده، يعني هو المشروع اصلا ظاهره ان هو مشروع خيري متعلق بالمياه النظيفه وكده، لكن هو في الاصل مشروع تعليمي، عايز يوفر الوقت الكافي للاطفال دول ان هم يتعلموا ما يجب ان يتعلموا في هذا السن. خلاص؟ برضه كان عندنا في الهند برضه اقليم كيرلا. اقليم كيرلا ده كان الامم المتحده اديته جايزه بان هو الاقليم قدروا يوصلوا لنسبه تقريبا 100% محو اميه، 100% محو اميه، واحنا بنتكلم على برضه اقليم في الهند. الاقليم ده يعني حاجه ضخمه جدا، عدد كبير جدا من الناس. الدوله اللي حققت ده بالعكس، الدوله كانت
بتحاول في اقليم كيرل ان هم مثلا بغض النظر عن المثال ان احنا موافقين على المثال ولا لا، لكن احنا بنشوف بنقول عايزين نشوف المثال الهدف اتحقق ازاي. الدوله عايزه تحدد النسل، يا اخوانا احنا داخلين على مليار و200 مليون دلوقتي في الهند وعايزين العدد يبقى يتقنن. الناس ما فيش استجابه اطلاقا، لدرجه وصلوا لدرجه التحكيم الاجباري، الدوله عشان تخلي الناس تبطل خلفه باعداد معينه برضه مش قادرين يعملوا حاجه، لغايه ما في مجموعه 20,000 متطوع ولا حاجه بدا قالوا لهم اخوانا احنا عندنا حل المشكله دي، ابعدوا الدوله خلاص عن الموضوع احنا هنحل المشكله. ازاي؟ نزلوا عملوا حمله مستمره المتطوعين لحمله محو اميه، الناس كلها تتعلم الادب والكتاب. واحد يقول لك يا اخوانا احنا عايزين غرض متعلق بالناس، تنظيم الناس، ايه علاقه ده بالاميه القرايه والكتابه؟ هو قال لهم اخوانا انتوا لو عملتوا شعب من الناس اللي بتعرف تقرا وتكتب ومثقفه انتوا هتعرفوا تفهموها ايه اللي انتوا عايزينه منهم. بالفعل ال 20,000 دول او 30,000 متطوع دول اشتغلوا فتره سنه سنتين ثلاثه محو اميه كامل بنسبه 100% في كيرلا وخدوا جايزه في وقتها الاقليم. اللي ترتب عليه ده ان كل المشروعات اللي كانت الدوله عايزاها من الناس ومش قادره تعملها مجموعه المتطوعين دول اقنعوا بيها الناس بسهوله جدا. ليه؟ لان هو خلاص عارف يتعامل معاهم، وده عمل بعيد عن مؤسسات الدوله. المثال الاشهر على الاطلاق بس في التاريخ مثال نساء المباني المحطمه او نساء المباني المهدمه في المانيا. المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه تقريبا البنيه التحتيه كلها اتضربت، المصانع اتضربت، اتقسمت ما بين الاتحاد السوفيتي المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه تبع امريكا، وضع سيء جدا. مجموعه كبيره جدا من النساء الالمانيات بداوا يعملوا ايه؟ يروحوا للمباني المهدمه دي يعملوا ينظفوها، يشيلوا الجزء المحطم ده ويبداوا يعملوا مدارس. مدارس ده بعيد عن الدوله، مدارس يعلموا فيها الاطفال. خلال 10 سنين بالجهد الجبار اللي عملوه النساء المباني المحطمه والمهدمه في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، عدد تقريبا كل اللي كانت امريكا بتصنعه بعد قبل الهزيمه او قبل الاحتلال رجعت تصنعه تاني. المجتمع بدا ينضبط بجهد افراد، بجهد افراد. طيب ابان برضو الاجتياح السوفيتي، الاتحاد السوفيتي لبولندا، الناس قالوا ايه؟ ايه اخطر حاجه ممكن تواجه بولندا تحت الاحتلال السوفيتي؟ تغيير الثقافه او تغيير الهويه، ان يعني الاتحاد السوفيتي غير ثقافه الشعب البولندي. طب نعمل ايه؟ احنا دلوقتي معنى الدوله تحت الاحتلال خلاص، يعني تم ازاله النظام السياسي او الحكومه او الدوله وبقت مسيطر عليها من قبل قوى اجنبيه. طب نعمل ايه؟ عملوا فكره اللي هي عرفت بعد ذلك بفكره الجامعه الطائره. جامعه الطائره دي بايه؟ بجيب مجموعه كبيره جدا من الـ الاساتذه الجامعيين ومتخصصين في كذا علم وبتحرك بيهم على القرى والمحافظات والمراكز يعني وكانه كورسات بس مكثفه، بقعد هنا 3 شهور هنا 3 شهور هنا 3 شهور بحيث ايه؟ اضمن ان الوعي العام بتاع التاريخ واللغه والثقافه والعلوم الاساسيه موجود عند الشعب وما يتمش تشويهه. المثال الفج جدا متعلق بيهود الجزائر. يهود الجزائر والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، الجنرال الفرنسي اللي تولى الحكم في فرنسا اسمه بيتان كان معادي لليهود او كذا، فقال ان نسبه اليهود في المدارس الجزائريه المفروض ما تزيدش عن عدد معين، بمعنى يعني اليهود الناس بتكبر فعدد اولادهم بيكبر فالمفروض يبقى عدد المقاعد المسموح بيها ليهم جوه المدارس اكبر. لا، بيتان قال لا، خد قرار بده وتم تعميمه على الجزائر ان اليهود عددهم ثابت. فده معناه ان احنا لو قعدنا 10 20 سنه كده اولاد اليهود كلهم هيطلعوا جهل ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. ايه اللي حصل؟ الفرنسا سابت الجزائر لما استقلت الجزائر ونسبه الاميه 93% من الناس كلها، اليهود تقريبا كلهم متعلمين. ايه اللي حصل؟ اليهود اجتمعوا وبداوا يعملوا حاجه اللي احنا ممكن نتكلم بعد كده عنها في حلقه منفصل اللي هي التعليم المنزلي او التعليم المرن او التعليم اللامدرسي. ايه بقى؟ ان كل الناس تجمع اولادها ويشوفوا ايه التخصصات اللي موجوده في اليهود، ده مهندس ده دكتور ده، ويعلموا اولادهم بشكل ثابت في المدارس، في البيوت بعيد عن المدارس. وصلت الفكره في الاخر اني بعد 10 سنين او كذا من بعد ما خلاص زال القرار الفرنسي ان هم 100% كلهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا، مثقفين دارسين كل حاجه، وده جهد بعيد عن الدوله.
طيب كل الامثله دي لطيفه وجميله وكل حاجه، بس دي يا اما في دوله تانية يا اما تاريخيه قديمه. يعني واحد يقول كل مجتمع ليه خصوصيته، يعني احنا عايزين نعمل ده. احنا ايه الهدف الاساسي يا اخوانا؟ الهدف الاساسي ان المجتمع ممكن ياخد هو يعمل عدد كافي من المبادرات تحل له تقريبا 85% من مشاكله، حتى سواء الدوله مهتمه مش مهتمه، فيها فساد كبير ما فيهاش فساد كتير، هي عامله اللي عليها مش عامله عليها، قادره تعمله مش قادره تعمله، كل دي مش قضيتها. القضيه هنا الكلام للمجتمع. ليه؟ لان الدوله احيانا بتبقى العنصر الاقوى، يعني صعب اجبارها لو هي مش عايزه تعمل الحاجه دي من نفسها. طب ايه الحل؟ هو ده الحل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الحل المجتمعي. في بدايه الثمانينات، مثال ده في مصر بقى، في بدايه الثمانينات مجموعه من المهندسين او يعني طلبه الجامعات تعليم عالي وتعليم كويس في قريه اسمها تفاهم الاشراف في مدغمر، جمعوا الناس في القريه قالوا خلنا احنا ايه مشاكلنا في القريه؟ احنا عندنا مشاكل مثلا في التعليم، مشاكل في الصرف الصحي، مشاكل في الميه، مشاكل في الكليات والجامعات والمواصلات، كل بقى المشاكل بتاعت المجتمع. راحوا قعدوا وحطوها جمع مشاكل، جابوا التجار والعلماء والمشايخ والناس بقى، انه يا اخوانا احنا عندنا مشاكل 1 2 3 4 وعايزين نحلها من غير مش عايزين دوله في حاجه. هي هنعمل ايه؟ ما هي الدوله لو كانت قادره تحلها كانت حلتها. يعني هي سايبه الشوارع مش مرصوفه والصرف الصحي كل ده ما هي سايباه، معناها ان ايه؟ مش يا اما فقيره يا اما فاسده، يا ده يا ده، وفي الحالتين مش هتقدر تعمل معاهم حاجه. ايه بقى الحل؟ جمعوا من الناس فلوس وعملوا مشروع وكانوا شركه مساهمه بفلوس الناس، فلوس اهل القريه، كل اللي قدر يعني انت مثلا راجل ثري تقدر تدفع 100,000 ادفع 100,000، حد يقدر يدفع 10 جنيه يدفع 10 جنيه. جمعوها وعملوا مشروع صناعه الدواجن بداوا بيه. ثلث مكسب هذا المشروع، ودي فكره الوقف، ان الوقف ده شيء بيجيب فلوس وكل حاجه بيكسب، بس المكسب ده ما بيخشش جيب القائم على المشروع او صاحبه، لا ما فيش حد صاحبه هنا، ده فلوس الناس، فلوس المسلمين. خدوا الفلوس دي ويبداوا بيها مشروع جديد سموه سهم الشريك الاكبر، اللي هو يقصدون به الله عز وجل، يعني ده لله لوجه الله. ايه هنعمل بيه؟ ايه نعمل بيه؟ مشروع تاني لمصلحه القريه. عملوا بعد كده فرن، قعدوا بقى يتوسعوا في المشروعات لغايه ما ايه بداوا يسالوا السؤال بقى المهم جدا اللي هو متعلق بالتعليم. احنا ليه بناتنا واولادنا بيطلعوا بره القريه بيروحوا يدرسوا في حته تانية؟ والله لاني فكره ان الجامعه يعني ايه هنعمل جامعه، ده احنا قريه. لكم ان تتخيلوا ان هم عرضوا على جامعه الازهر، على شيخ الازهر في هذا الوقت، قالوا احنا عايزين نعمل كليه جوه القريه، قريه مش مركز ولا محافظه، عايزين نعمل كليه جوه القريه. هنعمل ايه؟ كليه. بداوا بكليه كل دي كليات ازهريه، عملوا كليه للبنات، بعد كده كليه تجاره، بعد قعدوا جمعوا عدد من الكليات لغايه ما وصلوا ان هم عملوا جامعه اسمها جامعه تفاهنا الاشراف، القريه الوحيده في مصر اللي فيها جامعه قريه تفاهنا الاشراف، اسمها جامعه تفاهنا الاشراف، دي جامعه ازهريه. خلاص هم اتبرعوا بالارض وجزء كبير جدا من المصاريف، وخلوا استعانوا هنا بقى بشيخ الازهر، قالوا له احنا عايزين نعمل كليه ازهريه، عايزين نعمل، لغايه ما كملوا الجامعه، لغايه ما بقى عندهم جامعه في قريه، دي الجامعه الوحيده اللي موجوده في قريه في مصر. بعد كده خلاص بقى في فلوس كتير، لان كل المشروعات دي بتولد مشروعات جديده، والمشروعات دي كلها مملوكه للناس بتاعه القريه. فبداوا يعملوا ايه؟ احنا عايزين نشوف مشكله الصرف الصحي، عملوا حاجه اسمها بيت مال المسلمين، جمعوا فيها الفلوس اللي هيبداوا بيها يعملوا بيها المشروعات، صرف صحي، مواصلات، ميه، كهرباء، كل حاجه، افران، ما سابوش ولا مشروع ممكن يتعمل لصالح الناس الا ما عملوا. بعد كده قالوا ايه؟ هو مين من الشباب مش قادر يتجوز؟ نجوزه برضه من بيت مال المسلمين، وهكذا لغايه ما هم تقريبا عملوا شبكه مواصلات، يعني حتى شبكه المواصلات بقت مملوكه للناس، زي ما احنا بنسميها هنا النقل العام. النقل العام ده يعني ايه؟ بتاع الحكومه؟ لا، التاني ده بتاع الناس، احنا لامين من بعض ومش جايبين ميكروباص، احنا دي القريه كلها. خلاص، او القريه بس مش بشكل مباشر، لا ما احنا عملنا 10 مشروعات، المشروعات دي بتكسب، كل تراكم راس المال ده ما بيروحش لحد، لا ده بيرجع على مشروعات ثانيه تحل لنا مشاكلنا، وهكذا. الوضع ده استمر اكتر من 15 20 سنه، القريه بالكامل ما فيش ولا مرفق من اللي ممكن يخطر على بال حد الا من القريه خلصته لوحدها بفلوسها، بمجهودها الشخصي، بجهد مجتمعي كامل. هذا المفهوم مفهوم المؤسسات الاهليه، او احنا احيانا بنسميه المجتمع الطرفي او الجامعات الوسيطه، او ليه كذا اسم يعني. هذا المفهوم مفهوم محتاج وعي من الناس. واحد، الوعي بالفكره الاولى اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ثنائيه الدوله والمجتمع، ان
الدوله دي مش المطلوب، مش المطلوب ده، بالعكس لو الدوله قالت انا يا اخوانا انا هعمل لكم كل حاجه، احنا المفروض نقول لهم لا. ليه؟ لان لو حصل لاي سبب ما، مثلا زي العراق، هي دوله كانت كبيره ومعاها جيش ومعاها مصانع ومعاها، تم غزوها من الخارج، لو الناس ما بتقدرش تعمل المدارس، لو الناس ما بتقدرش تعمل، لو كل ده، كل المرافق الحيويه ما بتقدرش تعمله، هتعمل ايه؟ الناس هنفرض الفرض العكسي، لو الدوله حصل فيها زي فكره الاعتام التام اللي احنا قلنا عليها في التسعينات هنا في مصر او في السبعينات في التسعينات في امريكا، لاسباب تتعلق بان المنشاه حصل لها خلل، الناس تعمل ايه؟ تقعد من غير كهرباء، من غير ميه، من غير خلاص؟ فالمجتمع لو عنده وعي بان المجتمع نفسه لديه طاقه وقدره كبيره جدا، انا لا اقول ان هي تكافئ قوه الدوله، لا بل اقوى من الدوله. ليه؟ دايما احنا بنقول مثلا اغنى رجل في العالم مثلا بيل جيتس، ثروته مثلا 85 مليار دولار، ده راجل واحد معاه شركه اسمها شركه مايكروسوفت، مايكروسوفت دي شركه واحده، دي ميزانيتها اكبر من دوله، من دوله، يعني هو مش راجل يعني امكاناته اصغر من دوله، ده قد دوله. اكبر 10 شركات في امريكا شركات، بشركات خاصه اخوانا، ميزانيتها اكبر من 10 دول عربيه مثلا مجتمع، دول مش افراد، يعني هم 10 شركات ب 10 دول ولا اكتر من كده. فالمجتمع لو هو عنده وعي ان الشركات والمبادرات، المبادرات دي يعني حاجه لسه ما وصلتش لدرجه ان هي تبقى مؤسسه او جمعيه او حاجه زي كده، ممكن يغطي معظم حاجات المجتمع، سواء الحاجات التنمويه، سواء الحاجات الماليه، والاهم من ده كله على الاطلاق هو الحاجات التعليميه. يعني انا ممكن اعمل مدارس خاصه، ممكن اعمل جامعات خاصه، الاجابه اه، ده بالعكس هو المجتمع المصري بيعمل كده اصلا، بس بصوره غير واعيه. يعني معظم الناس في مصر ليها اكتر من 30 سنه عارفه ان التعليم المؤسسي او الحكومي سيء وغير مجدي وغير مفيد، والناس معترفه بده والدوله معترفه بده، ده بالعكس الدوله معترفه ان هي مش قادره تعلم الناس تعليم جيد، نسبه الاميه بتزيد. طب نعمل ايه؟ الناس كلها معظمها بتعلم ولادها فين؟ في دروس خصوصيه. طب الدرس الخصوصي ده اصلا ده فين؟ ده صوره من صور التعليم المنزلي اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقه يعني قدام، عن فكره ان الناس ممكن هي اللي تحط مناهجها وتختار مدرسينها وتختار مكان التعليم. يعني التعليم الدروس الخصوصيه صوره من صور التعليم المدرسي، ولكن للاسف أسوأ حاجه فيها ان هي بتخدم على المناهج الدراسيه، سواء المنهج كويس المنهج وحش، يعني مش عمليه تعليم حر. خلاص؟ لكن الصوره ان المجتمع المصري تقريبا كله بيعلم ولاده في الدروس. الدروس طب الدروس دي مين اللي بينظمها؟ الاهالي والمدرسين والطلبه. بس هم احيانا بيعملوا مناهج لوحدهم، احيانا بيعملوا كتب خاصه، كل ده بعيد عن الكتب الحكوميه وعن المنظومه الحكوميه وعن المدرسه وعن كل ده. خلاص؟ دي صوره من الصور. الصور اللي غير دي صور الشركات، بس الناس احيانا بتحس الشركات دي تجاره. يقول لك الشركه دي تعمل، الشركه دي يبقى تجاره. طب ما انت تعمل، ما تعمل شركه تصرف على مؤسسات تعليميه. الشركه نفسها تعمل، هي اللي تنفق على المؤسسات التعليميه. طيب عشان نلخص الهدف من طرح ثنائيه الدوله والمجتمع، يجب ان يستوعب الناس الافراد ان هم عندهم قدره عاليه جدا على حل مشاكلهم، ولكن لو انتبهوا اصلا ان هم مش مجموعه من الافراد المتناثرين، بل يمكن تجميعهم في صور اما نقابات او مؤسسات اهليه او جمعيات. انا هضرب مثال اختم بيه، اللي هو مثلا انا في رايي الشخصي اغنى نقابه في مصر ممكن تتعمل هي نقابه النقل البري، نقابه النقل البري. مصر فيها عدد مهول جدا من السواقين، سواقين التاكسيات، سواقين الميكروباصات، سواقين الاوتوبيسات، سواقين كتير جدا. دول كلهم اقوى حاجه فيهم ايه؟ ان هم بيشتغلوا يوميا، يعني المهندس ولا الدكتور ولا المدرس ولا اي حد، ده بيقبض بالشهر. التاني ده باليوم، يعني ده راجل بيشتغل كل يوم. خلاص؟ كل يوم ومعاه راس مال ثابت اللي هو العربيه او الحاجه اللي بيتحرك بيها دي. الناس دي طبعا هم ليهم نقابه، ناس اسمها نقابه النقل البري، بس نقابه مجمع يعني مش فعاله. ابسط مثال، المجموعه دي لكم ان تتخيلوا لو عملت نقابه حره، وده يعني وارد وبيتعمل كتير في مصر، هي يعني مؤسسات مبادره كده، مبادره نقابه، نقابه الظل او نقابه موازيه، ممكن في اليوم الواحد يبقى مدخولات النقابه 30 مليون جنيه.
مدخولات النقابه في اليوم الواحد ممكن يوصل 30 مليون جنيه. تمام؟ لكم ان تتخيلوا مؤسسه دي ممكن تعمل ايه؟ تعمل عقارات، تعمل مؤسسات طبيه للعلاج، تعمل مؤسسات لصيانه العربيات بتاعتهم، كل الحاجه اللي ممكن اي حاجه ممكن يتخيلها واحد شغال في المهنه دي ممكن تعملها له. طبعا ده موجود بصوره او باخرى في نقابات الطب والهندسه، لكن طبعا هي ايه؟ في صدام دايما بها مع الدوله، فكره السيطره اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. يعني اتمنى ان تكون ثنائيه الدوله والمجتمع وضحت. اخيرا لما بنيجي احنا نصنف نفسنا بنعتبر نفسنا في التصنيف الدولي، يعني احنا دوله ضعيفه واحيانا ومجتمع ضعيف. المطلوب حاليا اللي في ايد الناس تقدر تعمله من بكره او من بعد او بتوع على طول، اللي هو ايه؟ زياده قوه المجتمع لصالح المجتمع. المجتمع لصالح المجتمع. شكرا، بارك الله فيكم، نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه، انتظروا.